الهانم شرفت البيت وقاعده بدارج بعد. ايش قاعده تقولين؟ مثل ما قاعده تسمعين يا روحي، مها يتهني البيت وقاعده بدارج. هذا اذا بعد ما راح تقطع اغراضك السكه. مصدقك؟ هذا ين ولا شنو؟ اي يا عمري اكيد بين. دام انتي هدت للخيط والمخيط شو ما تبين ين. انا قلت تعالي وقفيها عند حدها. والله لو انا مكانك كان سويت الحرب العالميه الثالثه. انا مو فاهمه هو ليش يسوي فيني كذي. تعالي ولحقي على ريلك قبل لا يهاجر يا روحي. ها انت كيفك عاد؟ الو، هلا شمور، شلونك؟ شمور شفت حسين ايش سوى فيني؟ شنو بعد الصاير؟ جايب هذه اللي ما تتسمى وحاطها بداري بعد. هذا من صدقه؟ ينو قعد؟ ايش قاعد يسوي هذا؟ حسبان الدنيا فوضى؟ شمور، شمور تكفين ساعديني، انا ما عندي الا الله وانتي، يعني انتي حطي نفسك مكاني، ترضين احد يشاركك برايلك؟ الحين تردين البيت، الحين، وان ما طردتهم قدامك وبرد قلبك، ما يكون انا شمور، تعالي بس. شمور، شمور تكفين ساعديني، والله أحس نفسي إني مكسورة. لا تقولين هالحكي، أنا موجودة، تدرين فيني أنا ما أحب أحد ينظرم قدامي، يلا ردي البيت. مشكورة. يلا ردي البيت. صاير؟ هاو، خلتني ومشت.